معجزات الإسلام ما فعله علماء الحديث عندما جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قام به المحدثون لم يحصل في أي أمة أخرى، لم يتم توثيق وكتابة وتدوين حياة وأقوال وأفعال إنسان منذ خلق الله الخلق حتى قيام الساعة، كما حصل ذلك مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في عصرنا هذا. الزعماء الكبار والرؤساء الذين يموتون قبل 20 سنة أخبارهم تنسى ولا يعود أحد يذكرهم. نحن الآن بعد أكثر من 1400 سنة نعرف أقوال وأفعال وأخلاق وتوجيهات وغزوات وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت لكم معجزة. لماذا معجزة؟ لأنه أمر خارق للعادة. المعتاد هو أن يموت الإنسان وتموت معه أخباره مهما كان عظيما، مثلا هتلر، موسوليني، زعماء روسيا القيصرية، ماركس، لينين، كل هؤلاء نعرف أمورا صغيرة عن حياتهم ونعرف ما دونوه من كتب، إن بقيت هذه الكتب ربما الكتب لا تبقى، وإذا بقيت يقرأها عدد قليل من الناس. إذا قارنت ذلك بحياة النبي وتعليمات النبي وهو لم يكتب كلمة واحدة بيده، علمت أنها معجزة. والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، فالعادة هو أن ينسى الرجل العظيم بعد موته، خاصة إذا علمت أن العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان عصرا بالنسبة لعصرنا ضعيف في أدوات الكتابة والتوثيق، خاصة إذا علمت أن المكان الذي وجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أضعف الأماكن في الكتابة والتوثيق. يعني الجزيرة العربية لم تكن كمصر، لم تكن كفارس، لم تكن كروما، كانت أقل في الحضارة، غالب الناس لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك حفظت أقواله وأفعاله وحياته، ولم يحصل هذا مع غيره. فهي معجزة خارقة بكل معنى الكلمة ومن كل الجهات. إذا نظرت إليها من جهة ما يحصل مع الزعماء والقادة وجدتها معجزة، إذا نظرت إليها من زاوية الزمان وجدتها معجزة، إذا نظرت إليها من زاوية المكان وجدتها معجزة، إذا نظرت إليها من زاوية الناس الذين بعث فيهم النبي حيث كانوا في الغالب أميين وجدتها معجزة. فهي معجزة. هذه المعجزة سخر الله لها عدد كبير من البشر من بلدان شتى ومن أعراق شتى ومن ثقافات شتى، هذه أيضا معجزة أخرى. يعني في العادة يعتني بسيرة الرجل أهله،
قومه، عشيرته، قبيلته، أهل بلده. لكن أن يحفظ سيرته وحديثه من ليس من قومه ولا بلده ولا عشيرته ولا أهله، هذا عجيب أيضا، هذا أيضا عجيب. وهؤلاء الناس الذين حفظوا سيرته صلى الله عليه وسلم وحديثه كانوا في عصور متتالية، يعني لم يكن في عصر واحد أو في زمان واحد وانتهي الأمر، بل في عصور متتابعة. فكتب السنة تقرأ في كل بلاد المسلمين، كتب السيرة تقرأ في كل بلاد المسلمين حتى يومنا هذا، مع اختلاف الناس في الأشكال والألوان والأعراق. فهذه أيضا معجزة، لأنها أمر غير معتاد. ثم هي معجزة أيضا لأن عملية التدوين والتوثيق تمت بمنهج علمي لم تهتدي إليه أمة من الأمم إلا منذ عصر قريب، إلا منذ وقت قريب، وهي منهجية التبين التي دل عليها القرآن: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ثم هذه المنهجية، منهجية التبين، قعد لها العلماء القواعد، فصنفوا الرواة وصنفوا النقلة وحكموا على الرواة والنقلة وبحثوا في حياة تاريخ الرواة والنقلة وأنشأوا العلوم التي تخدم عملية النقل. ثم ترجموا وذكروا سيرة ما يقرب من 500,000 إنسان عملوا في خدمة النقل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وسيرته، وهذه أيضا معجزة لم تحصل من قبل ولن تحصل من بعد. فهذا المنهج العلمي الذي اهتدى له المسلمون هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي كان مما أنزل عليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان من ضرورة حفظ الدين أن تحفظ سيرة صاحب الدين صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج العلمي أيضا من معجزاته أنه منهج ما زال يعمل حتى يومنا هذا، يعني هو ليس منهجا خاصا بالأقدمين، بل هو منهج موضوعي كما قلت، ويمكن لكل إنسان أن يتحقق بنفسه من الأخبار المروية عن رسول الله. يعني مثلا كيف علم البخاري أن هذا قول النبي؟ بطرق علمية معينة، هذه الطرق ما زالت متاحة حتى يومنا هذا. فيمكن لكل إنسان أن يعرف بنفسه ويتأكد بنفسه أن هذا القول منسوب لرسول الله أو ليس منسوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس منهجا مغلقا، بل هو منهج مفتوح. لماذا؟ لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، ومن حق الناس جميعا أن يعرفوا عنه صلى الله عليه وسلم، وأن تثبت لهم نبوته صلى الله عليه وسلم. إذا تفكرت في عملية نقل حياة النبي قولا وفعلا وتقريرا وسيرة ووقائع وأحداث وحياة وزواج وطلاق وغزوات،
ستجد أنها في كل جوانبها خارقة للعادة. في كل جوانبها خارقة للعادة. حتى هذه الجلسة خارقة للعادة. لماذا؟ لأن طبيعة هذا العصر الذي نعيش فيه، إذا بحثتم في عقول الناس في شرق الدنيا وفي غرب الدنيا، ستجد أن كل شيء يدعو الناس إلى الانشغال بالدنيا والحديث عن ملذات الدنيا وجمع المال وتلبية الرغبات والشهوات. فطبيعة العصر هكذا، حتى عند المسلمين، الكثير من المسلمين رجالا ونساء مشغولون. في ظل هذا الموج العالي من الشهوات والدنيا، سخر الله بعض الناس وأنتم منهم لدراسة حياة وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. العادة جرت إنه إذا كانت الفتن قوية أن يفتن الناس. الديانة النصرانية بعد رفع عيسى عليه السلام بمئة سنة اختفت، ما عادت موجودة مئة سنة. لماذا؟ النقل الأمناء غير موجودين. الكثير من أخبار العظماء اختفت. لماذا؟ ما عاد أحد يهتم به. فالمعتاد في عصرنا أن ينسى الناس السيرة. الناس الآن تريد أن تتذاكر سويا السيارات وأنواع السيارات، البيوت، الأزياء، الموضة، المكياج، التجميل، الملابس، هذه الأمور التي تشغل غالب وقت الناس للأسف الشديد، رجالا ونساء، مواقع التواصل الاجتماعي. فالناس في غفلة شديدة. فالمعتاد في مثل هذه الأوقات التي فيها كل شيء يدعو الناس إلى الانغماس في الدنيا والانغماس في شهواتها، يحصل أمر غير معتاد، وهو أن يكون في المسلمين من يخرج من هذه الحالة الشهوانية ويجلس لقراءة الحديث وقراءة السيرة ودراسة السنة، ليستمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الناس إلى قيام الساعة، ليتحقق قول الله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. فذكر كل من سواه يمحى، وذكره صلى الله عليه وسلم يبقى. ولأن ذكره يبقى صلى الله عليه وسلم، فذكر من يتعلق به يبقى ببقائه. فنحن نذكر البخاري، نذكر مسلم، نذكر رواة الحديث، نذكر الصحابة. لماذا؟ لأنهم تعلقوا به وضاروا حوله وطافوا معه صلى الله عليه وسلم، وارتبطوا بسيرته وذكره، فنالوا شيئا من البقاء، ونالوا شيئا من دوام الذكر، فأخذوا قبسا من نوره صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل من يربط نفسه برسول الله، يبقى ذكره ويعلو قدره في الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الموج العالي الذي من دخل فيه جرفه، لكن جرفه إلى الخير، جرفه إلى الخير. وهذا أيضا غير معتاد في الناس، أن يبقى ذكر رجل عظيم وذكر من حوله وذكر من عاشوا معه
وذكر من نقلوا حديثه وسنته. من هو البخاري؟ لا شيء، كان يمكن أن ينسى ويموت ولا يذكره أحد، لكن لماذا بقي أمثال الإمام البخاري في الأمة؟ لأنه تعلق بأهداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه معجزة أيضا. واضح يا مشايخ؟ فإذا أمعنت النظر في السنة جمعا ودراسة ورواية وتصنيفا وكتبا، أيقنت أنك أمام أمر غير معتاد. من الأمور غير المعتادة استمرار التصنيف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل توليد العلوم المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علوم السنة ليست فقط هي كيف تروي حديث النبي، ولا كيف تشرح حديث النبي، بل يتجدد للناس في كل زمان علوم بقدر حاجتهم إلى السنة النبوية. ففي عصرنا لما كثر الطاعنون في السنة النبوية وتاريخ تدوين السنة النبوية، نشأ علم مناهج المحدثين. ولما كثر الطاعنون في السنة من المستشرقين وغيرهم، نشأت علوم دفع الشبهات عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن كل إنسان يريد أن يطعن في سنة النبي، يكون طعنه سببا في زيادة رسوخ السنة وانتشار السنة. كل من أراد أن يطفئ نور النبي صلى الله عليه وسلم، يزداد نوره صلى الله عليه وسلم في الناس، ويصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالبر والفاجر. فالفاجر يطعن في السنة، فينبري العلماء للرد عليه، فيتعلم الناس أمورا جديدة لم يكونوا يعلمونها، فيكون هذا الفاجر سببا في تعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني الذي ذكره الشيخ في المقدمة هو كيف انتقلت السنة من الرواية الشفوية إلى التدوين. يقول إن عصر الصحابة رضي الله عنهم وعصور التابعين اعتمدت على النقل الشفوي، والنقلة كثروا، فاحتاج الناس إلى التدوين بسبب كثرة الرواة من ناحية، وأيضا بسبب ضعف ملكة الحفظ من ناحية أخرى. فلذلك يقول: وأعوزت ذاكرة الصدور مساعدة ذاكرة السطور. الصدور حفظ في الصدر، ذاكرة السطور اللي هي التدوين. فكثرت أنواع الكتب المؤلفة في الحديث الشريف. ماشي.